ودلوقتي بقى هينضم لنا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يا دكتور بنصبح عليك. صباح الخير يا استاذه مريم. سليم، صباح الخير عليكم صباح الفل على حضرتك، وبنسعد دايما بوجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي، وبنطمن دايما على حاله الطقس. الحمد لله، رغم ارتفاع درجات الحراره الا اننا مستشعرين انخفاض شويه في نسب الرطوبه. بالفعل احنا بنواجه شديده الحراره خلال هذه الفتره. احنا لسه فصل الصيف طبعا، رغم ان احنا دخلنا في شهر سبتمبر، الا اننا فصل الصيف لسه مستمر معانا لغايه 21 22 سبتمبر، ويبدا بعدها فصل الخريف باذن الله. فدي تعتبر موجه شديده الحراره ان شاء الله، ذروتها هيكون معانا الخميس الجمعه، وتبدا تنكسر ان شاء الله تدريجيا من يوم السبت. درجه الحراره دي ما ذكرته، وزي ما احنا متوقعنا خلال الايام اللي جايه هتكون على القاهره تصل ذروتها غدا وبعد غدا الخميس الجمعه الى 39 درجه مئويه. بالنسبه طبعا للمناطق الجنوبيه بتتجاوز ال 40 وال 42 درجه مئويه، السواحل الشماليه ما بين 35 و36 درجه. نبوره مائيه خفيفه الصبح بدري بتتلاشى سريعا مجرد ما تبدا تطلع اشعه الشمس. هتكون على الطرق السريعه طبعا المؤديه لمدن القناه، السواحل الشماليه، محافظات البنك البحري، لكن ان شاء الله بعد الساعه 7 بتبدا تتلاشى هذه الشبوره. طيب الظواهر الجويه ممكن تاثر على الساده المواطنين بخلاف ارتفاع درجات الحراره، وده اللي ممكن بقدر الامكان نحاول ما نتعرضلوش بشكل مباشر، خصوصا فتره او وقت تسجيل اعلى درجه حراره على مدار اليوم اللي هي لغايه الساعه 5. طيب دكتور محمود، يمكن مع دخول شهر سبتمبر ما كانش حد متوقع خالص ان ترتفع درجات الحراره مره اخرى، يمكن ما عدتش الموجه دي منذ مرور شهر يوليو وتحديدا اغسطس، كمان ما وصلش لدرجه 37 او 38، ويمكن استمرار يعني الموجه الحاره دي لحد وقت متاخر من الليل، يعني يمكن لحد الساعه 8 و9 بيفضل درجه الحراره مرتفعه. فكره هنا ان حضرتك بتقول ان يمكن ده هيبقى ذروته غدا ان شاء الله وبعد غد، ولكن بعد كده هتعود مره اخرى درجات الحراره للانخفاض. خلينا نعرف منك، هل ممكن تتكرر الموجه دي مره اخرى، ولا على غير المتوقع بقى خلاص انه ممكن يعني ما يبقاش في موجه حاره ثانيه حتى نهايه شهر سبتمبر؟ لا، هو حضرتك يبقى في موجات من ارتفاعات الحراره. دكتور محمود صوت حضرتك بيقطع، لو ممكن بس يعني تتحرك من مكانك. تمام كده؟ تمام، اتفضل. الاسبوع الاخير بس هو في سبتمبر هو اللي بتبدا فيه درجات حراره الخريف تبدا تدخل علينا، لكن خلال الثلاث اسابيع الاولى ما زلنا في فصل الصيف، فوارد تكرار مثل هذه الموجات شديده الحراره، لكن الميزه اللي فيها انها ما بتستمرش لعده ايام طويله زي ما شفنا في شهر 7. والحمد لله بالفعل زي ما حضرتك ما ذكرتي، في شهر 8 الجو كان مستقر بشكل كبير، لم ترتفع درجات الحراره بشكل ملحوظ، برضه موجات حراريه ما وصلتش الى 40 41 درجه على القاهره اول يومين بس في شهر اغسطس. فالموجات الحمد لله ما بتستمرش لايام طويله زي ما كنا بنشوف في شهر 7. ربنا يطمنك يا دكتور محمود، لان احنا استوينا الحقيقه من الموجات الحاره طول الشهور الثلاثه اللي فاتت. بنشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا استاذ محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه.